هذه لفتة كريمة من خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين محمد بن سلمان رعاهم الله في استدعاء علماء اليمن. هذا فيها أجر عظيم وفيها لفتة كريمة تستحق منا الشكر والتقدير، وأنا أقول جزاه الله خيرا، وكما ورد في الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس. لقد حب الله سبحانه وتعالى هذه البلاد بنعمة عظيمة جدا، فجعل هذه البلد تهفو إليها الأفئدة، ثم مكن لها من يخدم هؤلاء الناس. فكرة أن يكون هؤلاء الحجاج في ظل هذه الضيافة الكريمة الذين هم في الأصل ضيوف الرحمن سبحانه وتعالى، وأن تقدم لهم هذه الخدمات الرائعة والجليلة، ثم تتلاقى هذه الأفكار والعقول والنفوس في جو روحاني عظيم وجميل جدا في بلد الله الحرام، فكرة رائدة جدا جدا، وتشكر المملكة العربية السعودية عليها. وكل الشعب السعودي كلهم ما شاء الله جنود فاعلة لخدمة الحقيق في هذا العام، وكان لليمن ما شاء الله نصيب وافي في هذه الاستضافة، حيث استضيف مجموعة طيبة من علماء اليمن يزيد على 150 عالم، وما شاء الله وجدنا كرم الضيافة وكرم الحفاوة. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يتقبل منا حجنا، وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا صالحا مقبولا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. فنحن نقدم جزيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده على ما قاموا به من خدمة حجاج بيت الله الحرام عموما، وحجاج ضيوف خادم الحرمين خصوصا. فقد رأينا خدمات عظيمة جدا راحت الحجاج في مخيماتهم وفي سكنهم وفي ذهابهم وإيابهم وأكلهم وشربهم، فما علينا إلا أن نقول جزاهم الله خيرا، وجعل الله ذلك في ميزان حسناتهم، ونفع بهم الإسلام والمسلمين. هذه الاستضافة حازت الكثير من الميزات، وفيها من عظيم الكرم ومن عظيم الترتيب والتنظيم، والشيء الذي لا يستغرب، فإن الحرمين فيهما من الترتيب وفيهما من التهيئة لزوار الحرمين ولحجاج بيت الله وللمعتمرين ولزوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما يشهد بأن هذا أمر عظيم وفق الله به قادة هذا البلد لإقامته ولتيسيره على عموم المسلمين، والحمد لله. حقيقة منذ وصلنا من المطار إلى هذه الأيام نحن على مشارف المغادرة، نحن لا نرى منهم إلا الابتسامة، ولا نرى منهم إلا الكرم، ولا نرى منهم إلا الخدمة، وعلى الضغط الذي حصل لديهم في النهاية نحن الآن في قرابة 2 مليون إنسان، مع ذلك نرى منهم كثير من الأخلاق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي كل من باد خير الجزاء، خادم الحرمين الشريفين، ولي عهده، سائر القطاعات الأمنية، القطاعات الصحية الخدمية، أسأل الله أن يثيبهم ويبارك فيهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العام إن شاء الله مفتتح خير أمتي كلها. لقد كانت الانطباعات التي كانت في أنفسنا جراء ما رأيناه من الحفاوة والكرم وأيضا الاستقبال الكبير، حقيقة وضع في أنفسنا أثرا كبيرا، مما يدل على الجهد الكبير الذي يقدم، وعلى كذلك الاهتمام الكبير بعلماء ودعاة اليمن من شتى الطوائف وشتى الجماعات وشتى الأصناف، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام هذه البلد بالعلم والعلماء، فنسأل الله عز وجل أن يوفقهم لكل خير.